خليفة وليد العيسى، ألعب كرة اليد. أي نعم، لعبت رياضات قبل كرة اليد، لعبت سباحة ولعبت كاراتيه واتجهت لكرة اليد. طبعا السباحة كنت ما كنت داش نادي كذي، كنت داش يعني أسبح كذي، بس كذي أسبح. وبعدها انتقلت للكاراتيه وما عجبتني، وسبحان الله فجأة انتقلت حق اليد وعجبتني اللعبة. أول ما دخلت اللعبة كنت ألعب مركز الدائرة، بعدين انتقلت، شافوا أني طويل فانتقلت لمركز الباك يسار. بعد فترة الكورونا رجعنا التمرين، وكابتن مشعل قايد العدواني شو اسمه كان مهتم جدا باللياقة وش اسمه الريول والسرعة. بالنسبة لي وقت الحضر ما عملت أي شيء، اللي أتلقى منه التشجيع والمتفاهم وياه اللاعب حميد مندني وحسين أبل. تماريننا من السبت للخميس، والاهتمام المدرب شو اسمه قوة اليد، يد اليمين والجنب وسرعتي. تلقيت الدعم من الوالد ومن المدربين، من المدرب راشد بوسماح وكابتن مشعل العدواني. طموحي شو اسمه انضم حق المنتخب الوطني واشارك ببطولات خارجيه وارفع اسم الكويت. قدوتي محليا اللاعب محمد الغربلي، وخارجيا بصراحه ماكو احد. انت اذا ما لعبت رياضه قاعد تعرض نفسك للخطر، فيعني اذا كبرت لا سمح الله يمكن تصيبك امراض. فالرياضه هي تساعدك باشياء وايد بجسمك، اذا كبرت راح تفيدك هذه الرياضه. و الحمد لله متلقين الدعم من نادي الكويت ومن الجهات المختصه، وبس نبي معسكر عشان ننتظم بالنوم، تنتظم بالنوم وباكلك وبالتمارين. البطولات اللي خضناها هي الدوري، لعبنا الحمد لله ما تلقينا ولا خسارة، وباقي لنا كان آخر مباراتين، ولكن بسبب عطلة العيد الوطني توقفت. بعدها طلعت جائحة كورونا وبعدها توقفت نهائيا. كان حظر حق الدوري والكاس. بعد ما ترجع من المدرسة لازم تلتزم بالوقت، يعني مثلا رجعت من المدرسة شو اسمه تتغدى، بعدين تاخذ قيلولة، بعدين تروح التمرين، ترجع من التمرين تتسبح تريح شوي، بعدين تدرس. اسمي صالح غانم شمري، عمري 17 سنة، ألعب نادي التضامن تحت 17 كرة قدم. بدايتي بدخول النادي كانت عن طريق الأكاديمية، ثم انصحني أحد زملائي بالفريق أني أجرب نادي التضامن، والله وفقني مع نادي التضامن وكملت. اخترت لعبتي من البداية، كان حلمي وطموحي كرة القدم، وهذا كان سبب دخولي للنادي. ما جربت أي لعبة غير كرة القدم إلا بعد ما كملت مع كرة القدم، ثم عاد كاستمتاع جربت كرة السلة وهواية أخرى، بس هوايتي الرئيسية هي كرة القدم. المميز بكرة القدم أنها اللعبة الشعبية الأولى بكل العالم، وأن طموح أي لاعب، طموح أي شخص أنه يكمل مع كرة القدم ويحترف فيها. طموحي هو احتراف خارجيا وتمثيل المنتخب الأول. رحت معسكر واحد مع المنتخب كان تحت 15، كان معسكر جميل واستفدت أمور كثيرة، أبرزها اعتماد على النفس وتطورت فنيا وإداريا حتى برا الملعب، تطورت بكل شيء. حققت المركز الثالث لدوري الأشبال، مركزي صانع لعب وجناح يسار. طبعا المراحل السنية تدريبات تعتمد على تأسيس اللاعب وبناء لاعب جاهز للفريق الأول. اكتسبت مهارات هجومية ودفاعية، سواء التسديد
والتمرير والتغطية والتمركز وكل شيء. نعم في تمارين خاصة وهي تغوية نقاط الضعف اللاعب، سواء تغوية قدم ضعيفة أو الأشياء اللي تنقص اللاعب. طبعا تشجيع من ولي أمري كبير هو السند والحافز لي للمواصلة. مثل الأعلى داخليا بدل مطوع وخارجيا زيدان. داخليا طبعا شجع نادي التضامن وخارجيا شجع أرسنال. نصيحتي اللي قدمها للشباب أنهم يجتهدون ويركزون ويلتزمون بالأكل الصحي والنوم مبكر لتطويرهم وأنهم يستمرون أكثر وقت ممكن كرة القدم. معاكم اللاعب عباس عادل عطية، لاعب السباحة في 13-14 من نادي العربي والمنتخب. قصة دخولي للعبة كنت أروح أشوف إخواني، بعد فترة حبيت أدخل اللعبة والحين صار لي بهاللعبة 8 سنين. في فترة الحظر الجزئي والكلي كنا ندرب بالبيت مع كباتن المنتخب في برنامج زوم تقريبا من 45 دقيقة إلى ساعة، وبعدها أنا بنفسي أروح أتمرن قاري برا البيت. بعد ما رجعنا من كورونا تقريبا 5 أشهر واقفين قاعدين بس بالبيت، كان يحرص علينا المدرب إلى نرجع لياقتنا. كان التمرين مسافات تقريبا 400 إلى 600، نكررها تقريبا 3 مرات 4 مرات. نتمرن 5 أيام بالأسبوع، يبتدي التمرين بنص ساعة تقريبا ركض إلى، وبعدها 45 دقيقة ترايلند اللي هي سويدي برا الماي، بعدها نتمرن 1.5 ساعة تمرين سباحة. السباحة اللي أنا متخصص فيها الحرة والظهر. سباحة الحرة والظهر هي تعتمد على المسافة، فيها من 50، الظهر فيها من 50 إلى 200 ظهر، وفي الحرة اللي من 50 إلى 1500. وإحنا يعني لفئة 13-14 بس نسبح لي 400 متر حرة، وأنا يعني متخصص ب 100 متر حرة و50 ظهر. المدربين اللي لهم فضل كبير علي إنه واصل لهالمستوى الكابتن زكريا كباتن النادي. أفضل إنجازات في البطولات المحلية جبت 50 ظهر الأول، و خارجياً 100 حرة جبت الثالث. وهذه الميدالية جبتها في سباق 200 متر حرة في بطولة الخليج بقطر شهر 8. طموحي في لعبة السباحة، أكيد كل واحد له طموح إنه يوصل إلى الأولمبياد ويكون بطل فيها، بس أنا يعني كشخص ودي إني أوصل إلى آسيا والأولمبياد. اللي شجعني دائماً أمي وأبوي وأهلي بشكل عام، وأكيد أول شيء الكابتن زكريا. قدوتي في لعبة السباحة كيلف دراسل وهو اللاعب الأمريكي، ومايكل فيليبس اللاعب الأمريكي أيضا. عشان أكون ناجح في الدراسة والرياضة أول شيء أروح المدرسة الصبح، يعني بعدها أوصل بيت أتقدى أحل واجباتي أرتاح شوية أروح النادي. بعدها يعني حتى ما يمديني أتعشى إلا وراها على طول أحط راسي على المخدة وأنام. بعدها 5 أيام كذي، والجمعة والسبت راحة فيها. نحتاج إحنا إن كثرة بطولات والمعسكرات. أنصح اللي ما يلعبون رياضة إن يمارسون الرياضة اللي يحبونها واللي يحسون إنهم راح يتميزون فيها ويتطورون فيها.